مشاهدي الاو تي في، صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حوار اليوم. ضيفنا بهذه الحلقه الوزير السابق مروان شربل. مع الوزير، اهلا وسهلا فيك وصباح الخير. اهلا وسهلا فيكم بالاو تي في. رح نبلش احنا وياك بالموضوع الاساسي ونفوت مباشره بصلب الموضوع، موضوع مرسوم التجنيس، هل هو فضيحه للعهد ام فضيحه لمن يستهدف العهد؟ خلينا نشوف، يعني الكل سمعناهم شو حكيوا. نعم. خلينا نشوف ليش هالحملة، شو أسبابها. أنا برأيي هناك سبب واحد وحجة واحدة. الحجة عطيت السبب، الحجة إنه في سوريين، ما هيك؟ هلا بنحكي من ضمنه، يعني من ضمنه إنه في سوريين، إنه لو ما كان في سوريين كان مشي الحال، بس حجة إنه في سوريين. والسبب هو بنظري سياسي، ورح أقول لك ليش. حنشوف مين المعترضين اليوم، مين راح قدم طلب بوزارة الداخلية. اللي قدموا طلب، قدموا القوات اللبنانية، الحزب الاشتراكي، الكتائب اللبنانية. صحيح. قدموا ثلاثتهم عندهم مشكلة بتأليف الحكومة. هي هيك مربوطة القصص ببعضها. ثلاثتهم عندهم مشكلة بتأليف الحكومة، ولو هذا المرسوم يصدر من 4 أشهر ما كان في احتجاج. لو هذا المرسوم صدر من 4 أشهر وكانت الحكومة بعدها مش مستقيلة، ما كنت شفت الاحتجاج ذاته اللي موجود هلأ. فإذا أنا بربطه بالوضع السياسي بالبلد اليوم. ثلاثتهم، طيب ليش ما فيش فريق رابع؟ الثلاثة يعني أنا بحق لي. بس في يعني الحملة معالي الوزير أكيد تبعت، يعني مش بس الأحزاب الثلاثة، ما صار في صحفيين وإعلاميين. عيوني ما في تواصل، في صحافي وإعلامي ومواقع تواصل، كلهم لمين تبعين؟ سمي لي لألك لمين تبع. مش هسمي لك، بس في صار خلق جو عام. خلق جو عام ما عم بقول لك لا، بس عم بقول أنا، أنت عم تسألني ليش هالحملة. عم بقول لك أنا بنظري، أنا بقراءتي السياسي، هو الموضوع موضوع سياسي، موضوع بيتعلق بتأليف الحكومة. وبكرة بتشوف، بكرة بيتعلق بتأليف، وحنشوف. بس تتألف الحكومة ما حينجيب سيرته بعدين. هذا الموضوع هيك، هيك نحن عايشين بالضغط، عايشين شو فيني أخذ منك بك تعطيني، عايشين بنكيات، بحكم كيات بين بعضنا. يعني مش بس بهذا المرسوم، المرسوم القبل اللي مرسوم ترقية الضباط وإعطائهم الأقدمية، ما عشنا بنفس التفاصيل ووصلت بالآخر إنه ليش في مسيحيين أكثر من مسلمين؟ مش هيك صارت؟ هلا ليش في سوريين؟ هذا الموضوع. طيب أنا من هون بقول، إنه لما بيقولوا في سوريين ممولين، في سوريين ممولين بمولوا أو معهم مصاري أو عندهم إمكانيات، هن عم بيطالوا مش بس رئيس الجمهورية، عم بيطالوا رئيس الحكومة. طب هن عم بيزيدوا على رئيس الحكومة بعلاقتهم مع النظام السوري. طب كمان مع وزير الداخلية، اللي هو وزير الداخلية يلي أنشأ هذا المرسوم، وهو اللي حضر الأسماء، وهو بيعرف إذا كان واحد بحق له أو ما بحق له، بيمضي رئيس الحكومة وبيرجع بوقعه رئيس الجمهورية. صحيح بناء لطلب رئيس الجمهورية، بس رئيس الجمهورية ما قال انه مين ما كان يكون. رئيس الجمهوريه قال اذا في واحد على شيء لازم ما نحط له اسمه. بقى كمان بالموضوع النظام السوري بين زايد على الوزير مشنوق، ما الوزير مشنوق انسحب من مجلس النواب وقت اللي اعتبر انه انتخاب الرئيس فلسلي هو مش رح اقولها، كلمه كانت كثير قاسيه، انه اعاده لغزه وديع على السوريين. لا نعم. يعني ما بينقال هيك عن الرئيس الفرزلي بكل صراحة. إذا بنحكي عن ودائع السوريين، عندي صور كلنا ودائع سوريين، كلنا من سنة 90 لل 2005 كلنا ودائع سوريين. واللي مثل ما أهل المسيح وما منكم بلا خطيئة فليرجم بحجر. خلينا ما نكبر الموضوع وما نغلو بالوضع السياسي. هوني أنا بدي أذكرهم وبدي ذكر وبحق له الواحد يعترض، ما بقول لا، بس بدك الوقت المناسب والظرف المناسب. نحن عايشين بوضع صعب اقتصاديا. نعم. ونحن عم نقول له للدول برا انه نحن اليوم عم نجنس سوريين مقتدرين موالين للنظام السوري. طيب انا شو بقول لفرنسا بكره؟
وهي عم بتحارب النظام السوري، والأوروبا كلها ضد النظام. بس هني قبل هني كيف عرفوا إنه في هؤلاء الأشخاص؟ إذا كانوا موجودين أصلاً. لكفي لك الفكرة. إذا كانوا اليوم عم بيقدموا الطلبات لحتالي يستحصلوا على النسخة. مين عم بيقدم الطلب؟ إنه الأحزاب المعترضة يعني اعترضت وبعدين قررت. طيب أنا بدي أسألك. من وين جابتهم قبل؟ بالأربعة من وين جابتهم؟ مش مشكلة هلا من وين جابتهم؟ لك هو تحقيق سري قضائي بيتسرب بتلاقيه بإحدى صحف تاني يوم سري. ما كلنا مرهونين للكل. ما حدا الأجهزة الإعلامية فاتة خارقة والأجهزة الأمنية خارقة الأجهزة الإعلامية والأجهزة الأمنية خارقة الدولة والدولة خارقة الأجهزة الأمنية كله فايت ببعضه كله فايت ببعضه. بس اللي تكفي لك الفكرة نعم. إنه نحن عم نتيجي نتهم إنه نحن عم نجنس موالين للنظام السوري. طب أنا بكرة شو بتقول فرنسا في 11 مليار بكرة بدهم يعطونا إياهم إنه أنتوا شو خيّدين 11 مليار وعندكم لبنانيين مولين للسوريين أخذوا الجنسية اللبنانية مولين للنظام كيف الحكي؟ يعني كأنه عم نشتغل بشكل أو بآخر تنضر حالنا يعني ضد حالنا خي. أنا بفهم إنه مين يحتاج بيحتاج معلش في احتجاج وبصير بس مش بهالشكل الحمل القاسي اللي صارت وكأنه خربت الدنيا وكأنه العهد هو عهد الفساد وكأنه هو العهد هو مثل ما سمعت أنا بأحد الجرايد بأحد الصحف إنه صار في دفع مصاري يا أخي هاللي قال إنه في دفع مصاري أنا إذا كنت رجال أنت اللي قلت إنه في دفع مصاري والأحلى من هيك مصدر رسمي صدر بأحد وسائل الإعلام نقلا عن مصدر رسمي أنت يا أيها المصدر الرسمي إذا عم تسمعني إذا أنت رجال بتطلع بتقول مين اللي قبض ومين اللي دفع وإديش قيمة تشيك وإذا أنت ما بتسترجي تعال خبرني يا أخي أنا مستعد وأنا قلتها وأنا مستعد وما ما بذكر اسمك ومستعد اطلع قول فلان الفلاني قبض فلان الفلاني هالقد القيمة وفلان الفلاني اللي دفع هيك بنحارب الفساد بس ما بنحارب الفساد بالتشويه سمعة العهد يلي هو انطلق من بدايته بمحاربة الفساد وأنا بقدر بقول لك إنه حزب الله مشي مع رئيس الجمهورية بمحاربة الفساد مش رئيس الجمهورية مشي مع حزب الله بمحاربة الفساد لأنه كان بوقته محرج حزب الله بس لما شاف إنه في أرضية صالحة وفي رئيس جمهورية حاضر إنه ينطلق بهالموضوع هذا تحمس حزب الله وبعتقد أنا إنه مش معقول يكون في قبض مصاري ونحن على باب تأليف حكومة هدفها الأساسي شغلتين محاربة الفساد وحماية الاقتصاد اللبناني والمليون ونص سوري الموجودين بلبنان نعم خلينا نفصل شوي قصة هالمرسوم لأنه في مثل ما بتعرف يعني الحملة كانت كبيرة وعليه كتير أمور بأذهان الرأي العام ما بعرف شو اللي منها صح شو اللي منها غلط أول شغلة قالت إنه ليش كان في غموض ليش كان في غياب للشفافية لماذا لم يعلن عن هذا المرسوم كنا تفادينا ثلاث أرباع هذه الحملة يعني وسيلة إعلامية معينة موقع إلكتروني كشف القصة وبلشت كرة الثلج تكبر وانفضحت الفضائح مثل ما هن عم بيقولوا طيب ليش ما كبرت بعهد الرئيس سليمان ليش ما كبرت بعهد الرئيس الياس الهروي سؤال هلا يمكن بعهد الرئيس الياس الهروي السوريين موجودين طيب بعهد الرئيس سليمان ما في سوريين نعمل مرسومين مرسوم وقت اللي كنت انا وزير الداخليه اوكي وما اعلنتوا عنه قبل ما اعلنا شيء مش وجبتنا نعلن عنه ولم وما نحط بالجريده الرسميه وما حدا احتاج قول كان عدده بحدود المية نعم طيب نعمل هذا كان بنص العهد بنص عهد الرئيس ونعمل واحد باخر العهد طيب ليش ما احتاج بالعكس انا برايي اللي صار في له ايجابيه انه تنبه له رئيس الجمهوريه بس اللي صار بشكل وكانه حقد يعني بتحس انه في انا كمواطن موجود على جنب ماني لهالحزب ولا هالحزب بحس انه له يا خي في حقد في بهالكلام اللي عم بيصير انه خلص اللي بيعطي اللي بيشتري جنسيه ببيع الوطن اخي شو هالكلام القاسي هذا كيف يعني اللي بيشتري جنسيه ببيع الوطن انت عم بتقول له لقائد جيش طويل عريض وصار رئيس جمهوريه هذا لو بده يبيع الوطن بيع الوطن من زمان بقى عم بحكي عن رئيس جمهوريه نعم بقى هيك هذا الكلام القاسي اللي مش مزبوط لازم نحكي اما انه نجي نقول له يا خي في بهذا المرسوم في بهدوء بتروي في اغلاط ايه نتقبلها كلنا مش اغلاط بس شو اللي بيثبت انه في او ما في مش رح لك شو اللي بيثبت نعم. مشان هيك انا قلت لك مشكلته هو تاليف الحكومه اليوم وحتثبت لك الايام بكره
حتثبت لك هو تأليف يعني الحكومة. هيدا وسيلة ضغط طبعاً. معتبرينها هن المعنيين بالموضوع وسيلة ضغط على رئيس الجمهورية. طب يا خي أنا وقت بدي تحاور أنا وياك على الطاولة. بس هن حتى ما يعني ما جابوا سيرة رئيس الحكومة ووزير الداخلية، كانت كلها مركزة على رئيس الجمهورية. ما مشين هيك، لأنه هي هو بيعتبره أنه مرسوم التجنيس رئيس الجمهورية يلي نعم. هذه صلاحية استنسابية لرئيس الجمهورية نعم. ما حدا بيحق له يزيد عليه ويعارض الفكرة. بس رئيس الجمهورية ما قال جيبوا لي مجرمين وحطوهم، ما قال في بالأربعة وتسعين في أشخاص مطلوبين، في أشخاص محكومين بالإعدام موجودين بالسجن الرومي وأخذوا الجنسية اللبنانية. ما عمل هيك رئيس الجمهورية أبدا. ما قال في بالمرسوم التجنيس لعام 94 في لعدلك اللي أنا شفتهم مصري سوري صيني فلسطيني بعد سوداني، بيش واحد بلبنان موجود بلبنان او مش موجود؟ خيي انا عبين اجوا امبارح انتخبوا، ما راح اقول لك وين، وهن مش ساكنين بلبنان ولا بيعرفوا لبنان. حطوهم بملف، عملوا لهم ملفات مزوره، تبرطل رئيس البلديه وتبرطل المختار وتبرطلت السلطات كثير من السلطات الاداريه، وقبضوا مصاري بهداك الوقت لحتى يحطوا هالشخص المجنس بهالضيعه هاي او بهالمنطقه هيدي. هونيك صار في قبض مصاري بهذا المرسوم. ما بعتقد ولا ممكن لازم يصير، ولا ممكن يكون في قبض مصاري، لانه اذا انكشفت هذه القصه خد لك من الفضيحه، انتهى العهد. لا جبران باسيلي بيعملها ولا انه هذا المشنوق بيعملها، لانه جبران باسيلي بده يحافظ على رئيس الجمهوريه ويحافظ على حاله، وانه هذا المشنوق بده يحافظ على رئيس الحكومه. وزير باسيلي اليوم على الوحدة ونص بخصوص هذا الموضوع. طب اوكي، ما عيب ينحكى هالكلام جد يا خي. اذا في اثبات بدي له التحيه وبقول له معك حق، بس اذا ما في اثبات ليش هيك عم نعطي؟ يعني مش معقول تشوه سمعه الناس، مش معقول تشوه سمعه يا خي. اذا تشوه العهد، واذا رئيس الجمهوريه قدم استقالته فل، ما بتنهار الدوله اللبنانيه، ما بينهار الاقتصاد اللبناني، ما بتنهار ثقه العالم فينا. طيب وين بنصير نحن يا اخي؟ انت اللي عم تعترض، فكر باولادي وبولادك. انت اللي عم تعترض، فكر بوضع بلدنا، فكر بوضع بلدنا. وزير بالناقص، وزير بالزايد، مش هيدي هي المشكله. المشكله شوف كيف بدك تخلصني من هالوحله اللي انا واقع فيها، وبعد عنا هالمهله الصغيره، والله عطانا هالتفاهم اليوم اللي حاصل بين رئيس جمهوريه ورئيس حكومه ورئيس مجلس نواب. يا عمي هيدي ما بتصير، ما كانت تصير. كان بالقبل يسموها ترويكا، هلا مش ترويكا، هلا في تفاهم على استراتيجيه، بدنا نخلص استراتيجيه اقتصاديه، استراتيجيه امنيه، نخلص هالبلد منه. بعدين هلا عم بيقولوا انه بعت وراء اللواء ابراهيم، مزبوط، بس ما قال هو رئيس الجمهوريه. هلا عم بيقولوا انه رئيس الجمهوريه تراجع بدليل البيان اللي طلع عن القصر الجمهوري نهار السبت، وبدليل انه اللقاء اللي صار مع اللواء عباس ابراهيم والى اخره. بس خبرنا من موقعك وزير سابق بهالحالات، يعني شو دور الامن العام؟ شو دور؟ ما لك شغله، بحضر نعم. الموضوع وزير الداخليه، اوكي، هو بحضر الاسماء. بس من وين بيجيبون؟ لما يحضر المرسوم طبعا بيسألوا الجمعيات، بيسألوا يا خي مين بيحق له، بيكون في طلبات مقدمة موجودة، يعني مثل ما صار هلأ مثلا المؤسسة المارونية للانتشار، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، ويمكن غير جهات. طبعا أوكي. بيكون في طلبات مقدمة موجودة. في دور للأمن العام قبل إعداد المرسوم، في دور للأمن العام وللأجهزة الأمنية، وفي دور للكل. هلأ لما وصل المرسوم آخر واحد بيمضي رئيس الجمهورية، بيعرف أنه رئيس الجمهورية أنه هذا المرسوم مارق بمصفاي رئيس حكومة ورئيس مجلس، وحتى رئيس حكومة مش مسؤول، يعني في وزارة الداخلية هي المصفاية. هلا لما طلعت هالضجة، رئيس الجمهورية قال لا خلينا خي نشوفه. هي أول مرة يعني كان رئيس جمهورية بيتحمل هذه المسؤولية، لأنه رح أقول لك ليش بيتحمل المسؤولية. بكرة إذا نشيل اسم رح يقولوا له كيف بتوقع على اسم وأنت بتعرفه إنه مش قانوني. اتحمل المسؤولية ورح يقول لهم إنه أنا ما عندي إشكالية بهذا الموضوع، وصلوا لي الأسماء، أنا بوقع عليها مثل ما وقع عليها رئيس الحكومة ورئيس أنا ما عم برر، بس هيك بتصير القصة. فإذا بعت وراء اللواء إبراهيم، بعت وراء وصاحب ثقة اللواء إبراهيم، والكل عندهم ثقة فيه، وهو بأي مشكلة بيقدر بيحلها. ما قال له خذ وشوف لي كل الأسماء،
ما قال له كمان انه كمان اللواء ابراهيم كمان ما فيك تحرج اللواء ابراهيم بموضوع بكره انه تحطه مكسر عسل للواء ابراهيم. قال له شو بيجيك اسماء من المواطنين من الاحزاب المعترضه اسماء شوف ليهم اذا بيحق لهم ولا ما بيحق لهم. هيك كلفوا، ما قال له خذ المرسوم وشوف لك. لانه تصورت ببعض الصحف انه يعني مثل ما كنا عم نقول راجع العهد وسلموا الملف كله. انا بتمنى تيرجع يدرسوا. انا بتمنى على الدوائر الرسميه بالقصر الجمهوري انها توضح الموضوع هذا، لانه انا هيك قريته مثل ما انا هيك عم بقول لك. هي البيان اللي طلع عن القصر الجمهوري باساسه. ويرجع يتوضح اكثر كمان. يرجع يتوضح، ما قال له خذ الملف، خذ 360 اسم وشوف لي من اني لا ما قال له هيك. في اسماء طالما الاسماء عم تنعرض فلان ما قال له امبارح انه في فلان انه اخذ الجنسيه طلع هو هذا الشخص قال انا ما قال مش انا قال مش انا اللي اخذت الجنسيه. الاسماء اللي بده يعترض في عليها اعتراض راح تروح لعند عباس ابراهيم. عباس ابراهيم بكلف الاجهزه الاستقصاء عنده والتحري ويمكن تشترك معه شعبة المعلومات تشتغل مع أمن الدولة يمكن يشتغل يشحله بالموضوع، بس مش معناتها أنه كله برمته. وبعدين بدي لك شغلة، مش لأنه سوري ومع النظام أو ضد النظام، مش لأنه سوري معه مصاري أو ما معه مصاري، هيدي سلطة استنسابية لرئيس الجمهورية. كيف بتنشال الأسماء؟ بتنشال أسماء إذا كان هيدا مزور بيسألوا بلده إذا سوري، إذا كان مجرم، إذا كان عطي تشيكات دون رصيد، إذا هذا الزلمة هربان من بلده وقايم بعملية فساد كبيرة، بيسألوا الانتربول عنه، بيشوفوا إذا عليه مذكرات ولا لا. هيدي اللي بيسألوه وهذا الشخص يلي بينشال اسمه، أما هيك لأنه مع النظام أو ضد النظام، لا ما بينشال الاسم. هذه صلاحية رئيس الجمهورية. هي بالآلية معالي الوزير أساساً مش الأمن، يعني هل هناك شيء ما يفرض إنه الأمن العام يدقق بهذه الأسامة بمرحلة معينة قبل ما يوصل المرسوم عند رئيس الجمهورية وعند رئيس الحكومة وعند وزير الداخلية؟ هلا بيكون يعني بيكون ممكن تتأفى هالمرحلة؟ بيكون في لا ما بتتأفى، فيه بتتأفى، في ممكن ما تتأفى إذا نعم. في استقصاءات بتنعمل أوكي. قلت لك المصفاي هو وزير الداخلية نعم. أنا عملت مرسوم اوكي سالت الامن العام قبل طب سالت الامن العام بس ما بعثت الملفات للامن العام اوكي كيف عملت لنشوف هلا لانه كمان جزء من اللي انا هلا انه الاسماء اجتني للامن العام الاسماء اجتني سالنا جبت السجل العدلي للاشخاص اذا في عليهم شيء بلبنان نعم. سالنا الانتربول اذا في اذا خاصه الاجانب يعني برا بس هن كلهم كانوا ساكنين بلبنان نعم. هودي كلهم لبناني باغلبتهم لبنانيه سالنا ما في عليهم شيء بعثنا عملت المرسوم وبعثته لرئيس حكومة مضى رئيس الحكومة ووقعوا رئيس جمهورية بس هيك ما صار حملة يا ريت انعملت هالشي بال94 120 ألف ملف لو انعملت يدرسوا كل ملف ملفه لهلأ ما خلصنا كان ما انعمل المرسوم فيك تدرس 120 يعني ملف في أطراف من اللي عم يعترضوا اليوم هن معترضين أساسا على مرسوم التجنيس تبع ال94 يعني ليش عم نشيلها من هون كبه هونيك؟ لا 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 انا ما بقول عم بقول اذا في خطا بهذا معهم حق بس عم بقول ما بدها هالقد الحديه انه نخربت الوضع السياسي نخربت التفاهم بظل ونحن بصدد تاليف حكومي لك حقلك يا بالاخر بعد 3 4 ايام بلش استشارات ما عاد حدا بيحكي استشارات تأليف الحكومة ما عاد حدا بيجيب سجل عندك كيف يعني بس سير القصة جدية وعم ينحكى بس بلش تأليف الحكومة ما عاد حدا بيجيب سيرته هذا المرسوم سجل عندك أنا مسؤول عن كلامي بكرة بتطلبني على البيت وبتقلي معك حق بس هالقد القصص بسيطة يعني عنا بلبنان نعمل حملة بتلامس التخوين يعني لهالدرجة شوي بتطلع انه قصة حكومة بس مش عم تبسط شوي الموضوع يا خي ما حملة على ما نعمل حملات على الكل نعمل حملات على القوات اللبنانية نعمل حملات على التيار الوطني الحر نعمل حملات على الحزب الاشتراكي نعمل حملات على الرئيس بري على أمل على هل بعد الحملة ماشية على حزب الله مش هلا مش هلا ماشية وتوسعت لبرا كمان الحملات بلبنان ما في أحلى منها هيني كتير بس المشكلة إنه عم نتأثر فيها دغري مباشرة والأحلى من هيك إنه مننساها دغري نتأثر فيها دغري ومننساها دغري بس هلا يعني اللي عم بيقولوا الاطراف هلا المعنيين انه مش حينسوا دغري يا خي اسمع تصريحاتهم بدهم اوكي قالوا الرئيس يا خي قالوا رئيس الجمهوريه يا جاد قالوا رئيس الجمهوريه يا حبيبي كلفنا ويشوفوا لنا يدرسوا لنا هالموضوع يدرسوا لنا
إذا كان في واحد ما بيحق له أنا رح أحذف له اسمه أو رح يقدم طعون. المين بده يقدم طعون؟ المتضرر. اللي شالوا له اسمه بيقدم طعون. اللي عنده صفة ويكون متضرر. أوكي. طبعاً. اللي عنده صفة. مش ممكن حزب معين يعتبر. بلا إذا عنده مصلحة في نوعين من الطعن. نعم. في أما عندك مصلحة أو أنت متضرر. نعم. أصحاب الضرر هني أقوى من أصحاب المصلحة. بالطعن. بالطعن. أكيد واضحة القصة. فإذا خلينا أكثر من هيك رئيس جمهورية خي هو يعني ساعتها حيلا شخص بيعتبر إنه لازم يأخذ جنسية من والدته مش قادر لأنه الوضع بلبنان معروف شو بيقدم طلب بيقدم طعن ساعتها بيقول أنا متضرر بحق لي أخذ جنسية بحق له طبعا. طيب وإذا قدموا كلهم طعون يخي قدموا عم ناخذ الأمور لحد الأقصى. أوكي لحد الأقصى مجلس الشورى الدولي هو بيقرر بس بالنهاية ما فيك تطعن أنت ما فيك تطعن إذا عمل قانون واسمك مش موجود ونفس الكان حطت بهذا القانون وانت ما معطيه كي ساعتها بيصير يفوتوا بتفصيل انه تكون الحالة ذاتها اكيد بده يصير بحالة ذاتها بتفصيل ذاته بقى مشان هيك بقول لك انه طب رئيس الجمهورية الاول يعني انا بدي اقول لك شغله هذه سلطه استنسابيه لرئيس الجمهورية. انا بنظري بالبيان اللي انعمل امبارح وتكليف الامن العام تراجع رئيس الجمهورية عن 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 صلاحيته. عم بحكيك جد بس نزولا لمنع التفكير انه لا ما انعمل لاسباب افساديه لعمل لاسباب ماليه تراجع يعني من موقع المسؤوليه مش من موقع التراجع امام الضغط لا 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 طبعا طبعا لا من موقع المسؤوليه لا لا ما تنفهم غلط عم بقول لك تراجع من اسباب مسؤول لانه لحالكم انتم ما تزيدوا علي انا رح زيد عليكم مش انتم تزيدوا علي وهذا اول مره بتصير وشوف حديت وين انه نزل بهالبيان هذا انعمل وكلف مدير الامن العام بهذا الموضوع ومع انه ما حدا بيقدر افترض تركهم هن زيتهم الاسماء ومشيلهم هيك نعم يجي اللي عنده سبب خلي يطعن مروان شرب اللي اخذ جنسيه وهو محكوم اللي بيعرف عني شيء يحكم ويروح للقضاء. رئيس الجمهورية استبق هالموضوع وقال له لا ما بدي حكم القضاء قال له ما بدي حكم القضاء إذا مروان شربل محكوم بدي شيل له اسمه بدك أهين من هيك شو صار بمجلس الشورى الدولي والطعون بموضوع مرسوم الـ 94 لا في خطأ كبير صار بهذاك المرسوم لا أقول لك شغلة لأنه وقت اللي بيكون أنت بالنهاية في شيء حق مكتسب أنه صدر بالـ 94 بعد 7 سنين اجتمع مجلس الشورى الدولي من غير شر وقرر بعملية قيصرية كيف المرأة بتخلف بعملية قيصرية بدل ما يوقفوا العمل بالمرسوم ما عبقول يلغوا يوقفوا العمل بالمرسوم ويدرسوا الملفات قالوا لا تدرس الملفات بوزارة الداخلية وتؤلف لجنة. تعرف انت جاد 120 ألف ملف إذ أنا حاولت يعني إجاني مرحلة تانية بعت ملف ملف بده شهرين ليخلص لعائلة 120 ألف ملف يعني بدك شي 72 سنة وبعدين يعني صار أمر وبعدين طلع القرار من مجلس الشورى من بعد ما صار في حقوق مكتسبة يعني من بعد 7 سنين في أشخاص اشتروا أراضي بلبنان في أشخاص اشتغل يعني شو بيسموهم صاروا موظفين بالدولة اللبنانية في عسكر موجود بتشيله كيف بوقتها لازم يطلع بعد خلال وهو الطعن بيصير خلال مهرة شهرين نعم. في فترة معينة بقى مشان هيك الفترة ما حدا احترمها يعني حتى ما تقدمت الطعون يومتها من شو اسمه من الرابطة المارونية نعم. من الرابطة المارونية وبس بقي يعلق مجلس الشورى لبعد 7 سنين لحتى انعملت لا مش مزبوط هالكلام يعني اليوم بتضمن لللبنانيين انه ما في خطر عم يتهدد الهويه وما في توطين لا للنازحين ولا للفلسطينيين لانه عم نسمع انا عم برجع بقول لك يعني عم نسمع كثير من النواب اليوم كنت عم اسمع احد النواب على اذاعه محليه عم بيقول انه نحن حربنا لمنع التوطين ولمنع الوطن البديل والى اخره جايين بمرسوم يعني يتحدوا لنا كل تاريخنا هيك بدي لك الحقيقه هو ممنوع انك ممنوع تعطي جنسيه لفلسطيني اوكي ممنوع هذا ممنوع تعطي بس مش ممنوع هاي مقدمة الدستور طبعا ممنوع تعطي بس بال94 في 10% فلسطينيه بالمرسوم باخر عهده للرئيس سليمان كان في فلسطينيه عرف صار انه في فلسطينيين موجودين ايه بس هل هالشيء بيعني انه هلا عم نوطن لا اقول لك ايه
لا كيف تطين؟ لا ما عم بقول لك شو انك تعطي جنسيه ل 300 ايه والطنط وقت بتعطي جنسيه ل 120,000 وبصيروا هلا 350,000 400,000 لانه الطنط يومتها للبي وللام والعائله الصغيره اخذت ايبسو فاكتو اخذت نعم. طبعا هديك توطين بس انك تيجي تعطي جنسيه لواحد يا خي امبارح بفرنسا ما شفتوا هذا اللي عربش وفايت خلصي ما حضرته في عربش على اربع طابق وخلص الصبي الطفل اللي كان راح يوقع نعم هذا فايت خلصي اعطاه الجنسيه من مالي الرئيس الفرنسي جنة امبارح وطن الماليين هذه حالة وحدة خيي وحالة تانية بتصير على بكرة وحالة تالتة وحالة رابعة اجمعهم بيصيروا 200 طب هون عملوا بـ300 انه وين التوطين بدي اسألك سؤال التوطين صار انه وقت بتعطي جنسية توطين تجنيس الجماعي يعني تجنيس الجماعي وقت بتعطي للسوريين وهن مش ساكنين بلبنان هذا التوطين بيصير هن ساكنين بسوريا ومبارح اجوا انتخبوا بلبنان ما لهم سنين بينتخبوا ما قفوا دورة يعني من الـ 94 وقت أخذوا الجنسية وبعد 10 سنين صار بحقلوا ينتخب يعني من الـ 2004 صار بينتخب وهني مش ساكنين بلبنان هذا التوطين توطن الفلسطيني إيه هذا توطين هذه لازم حقيقة ننتبه لها بس مش معناتها إنه اللي هذا المرسوم اللي انعمل إنه كان في فلسطيني بهو ما هو مين عارف يعني لأنه ما حدا مطلع عليه كامل راح يجيبوا راح يجيب ما راح يجيبون اليوم ما مشين هيك قلت لك طلبوا يجيبوني ما مشين هيك إنه لأنه بلش الاعتراض بأساوي قبل ما نعرف مين إني الأسماء مشين هيك بقول لك اعتراض سياسي كان يمكن بكرة بيطلع له 5-6 فلسطينية افترض وطنناهم وفي أسباب جنسناهم هاو بيكونوا وطننا الفلسطينية أنا حقول لك كيف بتوطن الفلسطينية وقت اللي بتطلع قرار وقت اللي الدولة اللبنانية من مدة 3-4 أشهر بيكلفوا لجنة والأحزاب موافقة كلها وبيطلع بالأحصى أنه في 170,000 فلسطيني هيدا شو عم بيقولوا لك؟ عم بيقولوا لك أنه يا خي ما بتحرس 170,000 فلسطيني وطلنا إياهم لحتى يصير في صلح بيننا وبين إسرائيل ال 11 مليار مبارح بدي أقول لك شغلي هيدا بدي أقول أول مرة نعم طب إذا أنا مديون علي 200,000 دولار دين ومش عم بقدر جيت لعندك يا جاد قلت لك اعطيني 5000 دولار بدي لك اياهم بعد يومين بتصدقني تعطيني الا اذا كان في هدف منك لالي بتعطيني طيب بلد مديون 90 مليار دولار دين قيمة الدول برا اعطته 11 مليار هني عارفين انه مش رح نقدر نوفي ال 11 مليار هني عارفين بس بكره حيقولوا لهم تعالوا لكم خيي هالديون اللي بالخارج اللي هي 40% بنعفيكم منها بس وطنوا الفلسطينيين عندكم بس هاي ما صارت قبل ليش بدها تصير هلا صارت في ناس بتوقف وتقول لا صار باليونان صار بالمكسيك صارت خي يا عيوني بدك انه بالنهايه إن احنا عم نشتغل سياسي بدنا نفكر انه انا اعطيتني 11 مليار طب كيف بدي اوفي لك اياهم يا بدك تقفلسني يا بدك تعفيني بتعفيني ببلاش ما راح تعفيني ببلاش بدك تقفلسني مش معقول تقفلس بلد تعفيني ببلاش لا في حق مصاري قبل الديون برا 40% وطن للفلسطينيين وكخي ما بيحرزوا 170,000 مش هيك ما هيدي تمهيد هذا اللي أنا خوفني لك بنهر البارد في 170,000 هو اللي في فرق لأنه بين الأعداد الرسمية هاودي اللي عايشين بلبنان يعيشين بلبنان وبعدين ليش عم بقول لك إنه نحن قربنا على التوطين اللي بيخوفني أكثر إنه لك الأونروا بطلت تساعدهم لا معيشيا ولا دراسيا وخففت وأمريكا امبارح وقفت المصاري يعني شو عم بيقولوا للدول اللي هي فيها فلسطينيين لبنان اليوم مش ذاتها بالأردن اليوم الإضرابات اليوم بالأردن عم بيضغطوا على الأردن وعلى الاقتصاد الأردني ليوطنوا الفلسطينيين بالأردن نعم طيب هاي المخاطر كلها مش سبب إضافة لحتى الدولة اللبنانية تنتبه أكثر بموضوع المراسيم هيك بيقولوا الأطراف اللي هن ضد رئيس الجمهورية معهم حق بس مش معناتها انه نحن وطننا 400,000 فلسطيني موجودين بلبنان اذا اعطينا جنسيه لخمسه او سته في اسباب مرات بتفرض عليك في اسباب انسانيه يا خي مش اقتصاديه إيه؟ اسباب حتى رفع ظلم يمكن طبعا نعم. يا خي بدي اسالك سؤال طيب يا حور ترامب من غير شر مش هو علنا مع ضد الفلسطينيين علنا ما هيك طب انا بدي اسالك كان في فلسطيني أمريكاني؟
في بياخذوا جنسيه مثله مثل غيرهم. ما بيسالوا اذا انت فلسطيني ولا لا. طيب مع الوزير نحن بالقسم الثاني من الحلقه بدنا نفصل شوي نحن وياك اكثر شو يعني كيف هذا الضغط من خلال هيك المواقف بمرسوم تجنيس وغيره على موضوع الحكومه، ونسالك رايك كمان بتشكيل الحكومه الجديده وشو لازم تعمل بالمستقبل القريب، بس بعد هذا الفاصل. مشاهدينا فاصل وبنرجع لحوار اليوم مع الوزير مروان شامل. مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم من جديد بهذه الحلقة من حوار اليوم. ضيفنا الوزير السابق مروان شامل وزير البلديات الداخلية والبلديات السابق. معالي الوزير أهلا وسهلا فيكم من جديد. قلنا رح نفوت بالموضوع الحكومة، بس قبل في عنا نقطة بعد بدنا نستوضحها زيادة، يلي هي موضوع نشر المرسوم. يعني انطلاقا من شعار أنه في غموض وفي عدم شفافية وإلى آخره، وين الأسامي؟ ليش ما نشروا بالجريدة الرسمية؟ في كتاب عمله دكتور بول مرقص الحقوقي والسياسي، موجه له تحية، أنا أخذت عنه أقرأ لك أربعة أسطر. سنة 97 الرئيس الحريري طلب من هيئة الاستشارات، قال لهم لمعرفة ماهية المراسيم الواجب نشرها. بتجاوب هيئة الاستشارات بتقول إن فكان رأي باستشارة رقم 2489 تاريخ 8 تموز 97 بأن المراسيم ذات الصفة العامة تنشر، أما المراسيم ذات الصفة الخاصة لا تنشر. وصل المرسوم للمدير العام وجيه خاطر، مدير العام أيد هالموضوع، مشان هيك المراسيم ذات الصفة الخاصة لا تنشر. الصفة الخاصة يعني التي تشتمل على عدد محدد من الأشخاص، مش عام بتشمل كل الشعب يعني. مزبوط. مثلا حقول لك شغلة مثل شو؟ ما حقول لك، أعطيك مثال. أنا خيي معي جنسية فرنسية وعيش بلبنان مثلا، نعبول، أو جنسية أجنبية وما بحق لي أخذ جنسية تانية، جيت أنا أخذت جنسية لبنانية، ما بدي تنشر لي اسمي لأنه بيشلحوني الجنسية هديك. هاي أسباب، ما بدي خيي، أنا ما بدي حدا يعرف أني أنا أخذت الجنسية اللبنانية، حدا قالوا علي شيء. مثل ترقية الضباط، هذا مرسوم الأدمية طبعا، هذا شيء سر. شفت لي شي دولة بالعالم بتحط من اللي ترقى يا اخي الدول العربية؟ مرسوم الترقية يعني اثنين مهني مرسومين وقتها كانوا مرسومين، الترقية والأقدمية اثنين سوا. أوكي. ما هودي اشياء خاصة، هاي اشياء سرية اخي، اشياء سرية. بس اي مرسوم ينشر، مثلا تعيين قائد جيش معروف، مثلا تعيين أركان الجيش، تعيين رئيس أركان الجيش، تعيين المجلس العسكري، ينشر إيه منا مشكلة. بس أنت مين بك ترقى بعدين؟ مثل هلا عم نحكي باستراتيجية دفاعية يا خي، والله أنا مش دفاعا، أنا عسكري وبفكر عسكريا. أي بلد بالعالم بيبحث استراتيجية دفاعية، نحن بس هي أكثر استراتيجية سياسية مما هي دفاعية. يا خي يقولوا استراتيجية سياسية يا حبيبي، كيف بدنا نشلح حزب الله سلاحه؟ بس ما يقولوا استراتيجية دفاعية. استراتيجية دفاعية بتندرس تالت طابع تحت الأرض، فيها عسكريين فقط، فيها عسكري وفيها مستشارين بخبراء بخبرة عسكرية تدرس، لا فيها حزب الله ولا فيها التيار الوطني الحر ولا فيها القوات اللبنانية ولا فيها رئيس الجمهورية ولا فيها رئيس الحكومة. تعرض بعدين كيف لبنان، تعرض على رئاسة الجمهورية لأنه عنا نحن شيء اسمه المجلس الأعلى للدفاع، تعرض هذه هي استراتيجية تبعنا وبتبقى سرية، مثل المحاضر اللي بتنعمل باجتماع مجلس الأعلى للدفاع بتبقى سرية. بس حدا أنه عم ندرس السرية الاستراتيجية الدفاعية والصحافة عم بتصور إيه بدنا الجيش اللبناني يدافع من هالنقطة لهالنقطة ويكون معه مدفع بطال حيفا ويافا وتل أبيب، بدنا حزب الله يتمركز هون، هذه استراتيجية دفاعية. شو بكون عم تقول له للعدو؟ عم تقول له خيي لا بقى تتعذب وتبعث لنا جواسيس، نحضر تلفزيون، نحضر تلفزيون ونحن منخبرك شو عم بيصير. لا يمشي الحال ساعتها، لا عيب بقى. بس هلا موضوع استراتيجيه الدفاعيه رح يكون مطروح يعني. استراتيجيه انا ما بحب سلم. او اقل له من يعني السياسه الدفاعيه بشكل عام. لا 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 لا، استراتيجيه سياسيه بموضوع سلاح حزب الله، بموضوع سلاح حزب الله مش بموضوع الدفاع. ارض انت فيك تعرف شو هلا لا مش سوريا، روح على سوريا قول له اعطيني استراتيجيه دفاعيه عن سوريا، ما حدا بيعرف، ما بتعطيك.
هذه ملك الدولة، ملك الجيش، ملك الأجهزة. يا عمي هاي خطة دفاعية عن لبنان، هاي خطة سرية لك 100%، أهم من المصاري اللي بتحطها بالبنك وعندك سرية مصرفية. خلينا معي الوزير ننتقل بس نسمع السفير السوري بوزارة الخارجية عم بيصرح. هذا سلموا الورقة اليوم، الجواب تبع الكتاب اللي بعته. نعم، لكن نرجع له بعد شوي بعد الصوت مش جاهز. معي الوزير، خلينا نفوت بموضوع الحكومة اليوم. يعني رجع الرئيس الحريري من السعودية، بتصور انه يعني كل الاطراف معروف شو مطالبها. هل سهل الخروج بحل مثل ما عم يحكوا بصير يحطوا معيد على العيد وبعد العيد والى اخره؟ هذا تفصيل بس، هل سهل التوصل لصيغه مشتركه بين كل هالمطالب؟ خيب ايه، الكل بدهم يتنازلوا، لانه اذا كل واحد بقي مثل ما هو بده ما بتتالف حكومه. الكل بدهم يتنازلوا. والمشكله عندنا بلبنان انالفنا حكومه وحده وطنيه، لك الكلمة الحلوة وحدة وطنية. شو هالبلد يلي ما في وحدة وطنية؟ وهذه هالوحدة الوطنية رح تجسد في الحكومة، كأنه برات الحكومة لا يوجد وحدة وطنية، يعني بس بيحبوا بعضهم هن اللي بالحكومة. بس بدي أقطعك لأنه جهز صوت السفير السوري. إذا مع الوزير تبعنا نحن هيك هذا الجزء من تصريح السفير السوري، عندك أي تعليق أول شيء على اللي قاله؟ لا، موضوع القانون رقم 10 والى اخره. لا ان شاء الله، لانه اذا بتقرا القانون يعني نفس الهاجس اللي عنده اياه الوزير باسيل عندنا اياه نحن وعندهم اياه كل المواطنين، بقى بالتفسير اللي عمله ان شاء الله يتطبق مزبوط. لانه بالنهايه سمعته عم بيقول انه الاماكن المهدمه والابنيه المهدمه، نعم، انه عم بيطلبوا من اصحابها يطلعوا يقولوا انه هاي لنا، او هني ما في عندهم ملكينا بدون سندات تمليك، بدون بركي ضايع السندات او شيء. هلا ممكن اذا ساعتها جد اذا كان محروقه كل شيء ومهبطه كل شيء وما بيعرفوا هذا لمين والجيران متوفيين، ما تنسى قديش مات. نعم، مفروض انه يطلع هذا المواطن يقول لا هي لي انا من هون لهون وهيك كنت عايش. اذا بقي ناس وفي عيال ابيدت ما بقى في حدا، مفروض الدوله قبل ما هي تحط ايد عليها لانه ما في وريث لازم يشوفوا مين صاحب الملك. نعم، على كل حال نرجع لموضوعنا. كنا طرحنا السؤال عن موضوع الحكومة انه كيف رح يتم التوفيق بين كل هالمطالب مع عودة الرئيس سعد الحريري، شايفها سهلة ام صعبة؟ انا قلت لك اذا ما بيكون في تنازل من الكل، اذا ما بيكون في تنازل من الكل انا بلاقيها صعبة. وبالاخر حيصير انه في معارضة وفي موالاة. هون رح اشرح لك، نتصور لك حكومة وحدة وطنية بقلب الحكومة، كأنه الوحدة الوطنية بس لازم تكون بقلب الحكومة، بالشارع ما يكون فيه وحدة وطنية، مش مشكلة، بس الحكومة تكون وحدة وطنية. بيتزوجوا زواج متعة أبو شهرين ومؤقت، وبعدين بيجوا بيختلفوا بكل الحكومات الوحدة الوطنية. وكمان الوحدة اللي فيها موالاة ومعارضة كمان هيديك فيها مشكلة. طيب يا خيي يا أيها رؤساء الأحزاب، شو بدكم؟ أي نوع من الحكومة؟ لا بها بتتفقوا ولا بها بتتفقوا. أنا برأيي بقترع على رئيس جمهورية يجيب وزراء من الاغتراب من برا، لا حزبيين وغير حزب، ما بيعرفوا شو الحزب ولهم زمان مش عايشين بلبنان وبيعرفوا كيف عمروا بلاد برا، يجيبون هالمرة ويعملوا وزراء ويعمروا لبنان مثل ما عمروا برا. لأنه نحن لحد هلأ ما رح نقدر نعمر البلد، انعملت حكومة أو ما انعملت حكومة. إذا بقينا بهالنفس العقلية، إذا خلينا كف، إذا نعم. بقينا بنفس العقلية لو ألفنا حكومة، يعني حكومة يعني مثل بالقوة بكرة، إنه يعني ضغطنا شوي إجا السر من برا ألفوا هاي الحكومة مثل حكومة الرئيس تمام إسلام الأولانية، بقينا بقي 11 شهر تألف الحكومة، ما هيك؟ نعم. طيب أنا ما بدي تجي كلمة سر من برا، إذا ما في اقتناع من اللبنانيين ومن الأحزاب اللبنانية بتأليف الحكومة، وإذا ما في اقتناع إنه كل واحد يتنازل بهالمرحلة، معلش يتنازل كرمال هالشعب المعطر، كرمال هالمواطنين المعترين اللي عم بيتخرجوا من الجامعات وعم بيسافروا، كرمال هال 30% اللي ما عندهم وظائف، معلش يتنازلوا يسمحوا لنا، انتم عايشين ولادكم بسويسرا ومرتاحين، بس في ولاد برق وفي ولاد غيركم منه مرتاح، بقى تنازلوا معلش، بدل ما يطلع لك 4 يطلع لك 3، بدل ما يطلع لك 6 يطلع لك 5،
كرمال هالبلد. بس هي ليش بناخذها بهيدي الطريقه؟ يعني في انتخابات افرزت كتل، لازم الكتل تتمسك حسب احجامها. لا بدي اسالك، اذا اتفقوا انا وحده وطنيه، اذا لا خيجة بسيطه القصه. هيدي الفكره اذا عممتها يعني انت عم تعمل مجلس وزراء مصغر لمجلس النواب. ليش بلبنان بصح غير هيك؟ لا لا بصح طبعا. انا بدي اسالك سؤال، مش نظام برلماني بالمعنى المتعارف عليه. لا لا لا، لانه في طوائف ومذاهب وقت في طوائف بيتمثلوا وفي مذاهب بيتمثلوا، مش ضروري يكونوا حزبيين. كيف الحكي ومين بيمثل الناس ساعتها؟ بدي اسالك ما اذا مش الاحزاب والناس اللي ربحت بالانتخابات، الناس ممثله بمجلس النواب. مجلس النواب هو اللي بيراقب عمل الحكومه وهو اللي بيشيل الساقه من الحكومه، مش الحكومه بتكون صوره مصغره عن مجلس النواب. فاذا خلينا نلغي مجلس النواب. اوكي مع الوزير، بس الوزراء اللي بيشكلوا الحكومه مين بده يسميهم؟ من وين بدهم يجوا؟ ليش في استشارات؟ الوزراء من وين بدهم يجوا؟ رئيس الجمهورية، رئيس بدها تسميهم، ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. خي استشارات مش إلزامية، مش ضروري دخلك. بس أنا بس هاي الكتل بدها تعطي الثقة، يعني مش مجبور تاخذ برأي شئت أم أبيت. يا حبيبي يا عيوني، وقت بيكون رئيس جمهورية بيقول أنا بدي هالخمسة وزراء، كتلته بتعطي ثقة لو كانوا مش بالتيار، وتيار المستقبل بيقول انا هالقد بدي، ولو كتلته مش ولو كان منهم بالتيار. شو الاحزاب يعني؟ جمعيات خيريه يلا بنربح بالانتخابات، مش احزاب، مش جمعيات وزراء من غير الاحزاب. لا انا ما عم بقول لكل الوزراء، بس مش بالضروره انه ممنوع يكون في الحزب جوا، ممنوع توظف بالدوائر الدوله الا الحزب، وممنوع يكون في موظف. بس في جو هيك طبعا، مش حزب، انه جو انه فيك يسميك حدا وزير عنه هو، بس ما تكون بالحزب تبعه. هيدا اللي بدي. مين منعها؟ هيدا اللي بدي انا. بس هي ممنوعه؟ خيي مش ممنوعه، عم بقول فلتكن حكومه، مش انه صوره مصغره عن مجلس النواب. انا اخذت 20 نايب بحق لي بسته، انا اخذت 30 نايب بحق لي بثمانيه، يا اخي شرط شو هي؟ قلب جاتو هو؟ لا يا اخي، مجلس رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه هن اللي بيألفوا هاي الحكومة، وهن بيعرفوا كيف بيألفوها، وهن في أشخاص كتير مش حزبيين، وفي أشخاص كتير أوكي بيألفوها وحده مع الوزير، لأنه هن بيمضوا على مرسوم التشكيل. إيه؟ بس ما فيهم يمضوا على مرسوم تشكيل حكومة بيعرفوا مسبقا أنه لن تنال الثقة، لأنه مش راضي عليها الكتل الأساسي بمجلس النواب. يا خيي وبعدين مشان هيك لازم يراعوا الكتل، يعني مشان هيك عبقول له للكتل النيابية أنه خيي أنتوا عال، أنتوا تمثلوا الشعب بمجلس النواب، ارضوه على الوزراء، سموا أسماء وزراء لألكم، بس مش يكونوا خاضعين 100% لألكم أثناء تنفيذها. يعني تصور لك أنت أنه وزير عينوا الحزب الفلاني، ما بيسترجي يحكي شيء الا مثل ما بده الحزب، شو هالوزير هذا؟ طب بدي اسالك. فاذا خلينا خيي بس وزير بالمانيا سماه احد الاحزاب الالمانيه وفات بالحكومه، بيفوت على الحكومه ليسب الحزب اللي شابه. خيي امبارح رئيس ليش لبنان بلد امبارح رئيس جمهوريه فرنسا عين وزير عدل. اوكي بس عين وراح لعنده قال له لك يا فخامه الرئيس، انا بشكرك انك عينتني، بس اوعى تطلب مني شيء لاني ما راح نفذه مخالف للقانون. تطلب واسطه ما راح انفذها. إيه نحن وين بتصير هاي؟ نحن هيك بدنا الوزراء، بدنا الاحزاب تسمي وزراء، بس مش تكون مكبله للحزب. طب بدي اسالك سؤال، اذا انا عندي برنامج هيك وعينوني وزير وتابع لحزب والحزب ما بده، ما بيتنفذ البرنامج تبعي. بدك تكون متفق مع الحزب على برنامجك. خي خطر على بالي هلا برنامج قلت له ايه، قلت له هلا عندي اياه هذا بقنعه وبيقتنع، بس مش هلا، مش وقته هلا. ما بيخليك تشتغل. مشان انا بقول لك ليك الحكومه لازم تكون مواليه. ما بتسالني كيف بتنجح الحكومه؟ الحكومه لازم تكون مواليه لاثنين، لرئيس حكومه ولرئيس الجمهوريه. لرئيس حكومه يشتغلوا بدون خلفيه لا طائفيه ولا سياسيه ولا حزبيه، هيك بينجح الوطن. خي جاد كان في حزبيين بلبنان؟ في عدد سكان، عدد المقترعين 3,600,000. من 3,600,000 كم في واحد حزبي؟ يا خيي اكيد قليل، بس هن اللي بيحركوا الراي العام. يا خيي هن اللي بيحركوا، بس هوديك الناس بتتاثر فيهم. طيب هوديك مالهم قيمه؟ لا ما عم نقول بتتاثر فيهم. طيب هوديك يعني مش لازم يتوظفوا؟ بيسافر لبرا يلي مش حزبي، بيسافر لبرا، عمر برا. انت مالك دور هون؟
انت ممنوع تعمل وزير، روح عمل وزير برا. بس ليش عم تحطها بهالاطار؟ يعني شو اخر شيء الحزب هو مجموعه ناس عم يشتغلوا سوا لهدف محدد جاد. بيقدروا كمجموعه يحققوا انت عم بتقلي شو الحل، بس الفرد ما بيقدر يحقق. انت الهدف. عم بتقلي شو الحل؟ نعم. الحل هيك بيصير بالتنازل. كيف بيصير التنازل؟ يعني انا بحق لي بستة وانت بحق لك بأربعة. انا لحتى يعني يجيبوا ناس حلول وسط. طبعا طبعا هذا انا بس في تجربه حدثت، كنت جزء من تجربه معينه بين التيار الوطني الحر والرئيس ميشيل سليمان، كانت ناجحه او كانت سوبر ناجحه باصعب الظروف الامنيه. مش انا ما بعمل دعايه لحالي، انا ما بدي هذا الموضوع، بس اكيد كان اكيد الشيء اللي بيضر رئيس الجمهوريه ما كنت اعمله، والشيء اللي بيضر تيار الوطني الحر ما كنت اعمله. اوكي بس هالشي ما كبلك بمراحل، بس بمراحل معينه ما كبلك هذا الشيء؟ لا ما كبل، ما حسيت انه مش قادر تتحرك بملفات معينه ولا اخره؟ ابدا ابدا. اثنينهم فهموني، الجنرال عون والرئيس سليمان، اثنينهم فهموا الوضع، اثنيناتهم فهموا الوضع وانا نجحت. خيي بدي اسالك سؤال، انا مرقت باصعب ظروف امنيه راح اعدل لك اياها، حرب بسوريا، حرب بطرابلس، احمد الاسير، مخطوفين لبنانيين بأعزاز، مظاهرات كل يوم ضد النظام ومع النظام، مقبيل بعضهم كل يوم، قطع طرقات الأسير مش بس للأسير، قطع طرقات لا من المحطات لكل شيء يعني وعبره ولكل شيء لكل شيء. كيف قدرنا سحبنا الفتيلي؟ كيف اشتغلت أنا، نسقت مع رئيس الجمهورية ونسقت مع الجنرال عون ونسقت مع رئيس الحكومة ونسقنا مع الأحزاب، تزمطناها شلنا. هيك بيشتغل. لو كنت أنا حزبي مثلا وقال لي الحزب تبعي لا خي اترك أحمد الأسيري ولا عسني شيعي، ما كنت استرجعت عملت اللي عملته أنا. إيه معلش، لازم يكون في حزبيين ولازم يكون في مستقلين بيردوا عنهم كل الأحزاب، كل الأحزاب. معلش خيو، ولا وين دورهم اللي مش حزبيين؟ وين دورهم؟ إنه ما حدا قال إنه الحزبيين ممنوعين من التوزير، يعني ما حدا قال. يمكن تكون مطروحة ويمكن لا، سؤال بس بدون يوم اللي عم بيشكلوا الحكومة والحزب. هالحكومة العزيزة اللي فلي هلأ، نعم، سمي لي واحد مش الحزب معينه. ما هي ولا حكومة رح تجي لا 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 معين لا أو رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة. بكرة بيجي واحد بيقبل فيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، وبيجي واحد تاني نفس الشيء. دخلك ما نرجع للوديعة، يعني إنه هذا بنحطه مع رئيس الجمهورية وديعة مثل ما شفناه أيام الرئيس سليمان، حطينا الشيعي معه تتذكروا. ليش بدنا نرجع هلا؟ ما هلا الوضع مختلف خي، أنا مشين ما نوصل جاد. بس هلأ الوضع مختلف يعني من حيث التمثيل الشعبي ومن حيث الدولة يا جاد يا جاد يا جاد يعني هذا سهل الأمور. ليش بده يكون في وديعة؟ يا عيوني سهل. عم بقول لك إنه بدنا نرجع، أنا ضدها. مش عم بقول لك بدنا نرجع، نعم. عم بقول لك إنه مش لازم نرجع أبدا، لازم يكون في تفاهم. يعني إذا أنا إذا أنا حزبي بدون ياني وزير الصناعة، أنا حزبي بدون ياني رح يختلفوا علي، لا الصناعة على إلي، لا الصناعة على إلي، بيجيبوا واحد الثلاثة بيتفقوا عليه. هذا اللي عم بقوله أنا، بيجيبوا وزير صناعة ثلاثة راضيهم. مش الكل يكونوا 30 وزير هيك، بس الخلاف. بس هالشي ما بيعني معالي الوزير انه اذا حدا طلع له حجم اكس بالانتخابات وحب يقول انه حجمه اكس فوا دو، يعني نحن لازم ناخذ بعين الاعتبار الاكس مش نحن، يعني اللي عم بيشكلوا الحكومه ياخذوا بعين الاعتبار الاكس فوا دو وبالقوه بدهم يعطوه دوبل. طيب وما قبل، طيب وما قبل الا هيك، بتقول له اقعد برا، قعد برا عارض، كيف تنجح حكومتك؟ ما عم نسميها وفاء وطني؟ نعم يا حبيبي، كيف بيكون وفاء الوطني؟ وفاء الوطني بيكون انه هالوزراء اللي بدهم يجوا الكل راضين عنهم، كل الاحزاب راضين عنهم. يعني انت هلا فيك تجيب الوزير وقا مهاب، هلا فيك تجيب وزير وليد جملاط مش راضي؟ سؤال. سميت واحد، يعني في 500 واحد فيك. اذا رضي الوزير جملاط وردي الوزير رئيس الحكومة بيمشي، بس ما فيك تجيبه وتفرضه. أنا هاي اللي عم بقوله، إنه ما فيكن تفرضوا وزراء بقية الأحزاب ما بدون إياها، بس فيكن تجيبوا وزراء الكل الأحزاب راضي عنها، وهيك بتسهل الأمور، وهيك بتسهل الأمور. نعم إن شاء الله على كل حال
تتسهل الامور مثل ما عم تتوقع ان شاء الله. وانا متفائل وشرفي حلول. انا متفائل رئيس الجمهوريه انا متفائل. يعني لك اللي عمله امبارح وكلف الامن العام انه الشكاوى اللي بيتلقوها بموجود مرسوم هيدا هالخطة اللي لقاها رئيس الجمهورية ما رح تستعصي عليها تأليف الحكومة، وخاصة خاصة انه في توافق بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة ورئيس مجلس النواب، هاو هالثلاثة رح يألفوا حكومة. لانه اذا ما تألفت هيدي الحكومة يا جاد، اذا ما تألفت هيدي الحكومة وطولت العوض بسلامتك اللي وعدونا فيه بسادر واحد ما رح يوصلنا بقى. علما أن المواقف أقله لليوم شفناها بالصحف الصبح يعني فيها شوية مؤشرات إيجابية، أكان من حزب الله، من حركة أمل، من الرئيس بري، مبارح الرئيس الحريري. يا ريت يعني يا جبرتني أحكي، يا ريت يا ريت الثنائي المسيحي بينحسد من الثنائي الشيعي. هلا فتحت لنا موضوع ما بقى معنا وقت نحكي عنه، لان في ناس بتقول لك انه هيدا الغاء الديمقراطيه وهيدا احاديه وهيدا حبيبي وهيدا. بدي اسالك سؤال، لا الغاء الديمقراطيه بس لما توصل على 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 الوجه المسيحي وغيره ما بيلغي الديمقراطيه، ليش الديمقراطيه عندنا بس؟ فهل تعمم الديمقراطيه على الجميع او لا تعمم على الجميع؟ بس انتبه ساعتها اذا صار في ثنائي مسيحي مثل الثنائي الشيعي ببطل المستقلين. لا 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 لازم يكون في تفاهم، لازم يكون. بدي لك شغله خي، انه انت انه يعني بني انا كمسيحي عم بحكي وهذا الشيء بيحرق لي قلبي. يعني انا وقت شوف ابني مهندس قاعد بالبيت متخرج من اليسوعيه ما بيشتغل ما في وظيفه وما بدي سفره، ما بتنقهر؟ بتنقهر. طيب وقت اللي انا بدي اشوف انه كأنه اللي عملوا الحرب اللبنانية هني المسيحيين، لأنه واحد هجروه على فرنسا وواحد حطوه بالحبس، بس كأنه هني اللي عملوها. هلأ بتصرفاتنا نحن كتيار وطني حر وكقوات لبنانية عم نقولهم معكم حق، المشكلة معنا نحن، المشكلة مش معكم. هذا الموضوع بيحمل حلقات وحلقات. نحن أنا بدك ساعة اللي بدك أنا بحكيك، أنا عم بحكيك هلأ كمسيحي. نعم أنا عم بحكيك كمسيحي حبيبي. هلا نحن ماشيين باللي قاله الله يرحمه رفيق الحريري، وقفنا العد. طيب بعد 10 سنين بيجيك واحد بيقول لك خيي انا بدي عد، بنقول له خيي عمهلك لنتفق بين التيار الوطني الحر وبين القوات اللبنانيه، نحن عم نقتل بعضنا، نحن في ديمقراطيه بين بعضنا، نحن في ديمقراطيه حبيبي. او الديمقراطيه بتمشي على الكل او ما بتمشي حدا. شو هلا كمان اللي بده يوقف عد كمان لازم يعمل اتفاقات عنده كمان قبل ما. على كل حال مثل ما قلنا هذا موضوع هذا موضوع يفتح ابواب. انا حاضر انا حاضر انا قلبي انا قلبي هيك. ما بيجي تعايش لبنان بلا مسيحيين سينهار، ولبنان بلا مسلمين سينهار. انا ما بقبل يطلع مثلا السيد حسن نصر الله يقول بدنا نصلحهم مع بعضهم. كيف يعني بدك تصلحهم مع بعض؟ مين اني بيعمل صالح تيار مردة مع القوات اللبنانية مع الكتائب مع تيار الوطني الحر؟ هاو هني المشكلة بالبلد. في مشاكل كتير بالبلد، ليش ما في مشكلة بين أمل وحزب الله؟ بلا في مشكلة، بس كيف ضبينا ما أحليهون؟ خلينا نحسد ونضب مشكلتنا لمصلحة هالبلد، لمصلحة المواطنين، لمصلحة أولادك وأولادي. شكرا لك معالي الوزير مفهوم شربل على حضورك اليوم الى الاو تي في. مشاهدينا هم نوصل لختام حلقتنا، شكرا للمتابعه، نلتقي مجددا بحلقه جديده صباح يوم غد، الى اللقاء.